الإطار هذا المشروع هو إلى تفعيل وتطوير وتنفيذ استثمار الوزارة يتولى أكيد كمان بالتعاون مع المشروع. شو معنى الهيكلية الإدارية للوزارة وتكنولوجيا المعلوماتية يعني داتا بيس؟ كلها وسائل النظافة يعني مجهزة لإقامة أي نشاطات فيها ساحات للتخييم فيها سريات للعلاج. التوصيات التي تحتاج الى قرار او مرسوم او تعديل دستوري من الوزارة. لو عندي في زينب شريف من جمعية النادي والأنشطة الشبابية على كافة المجالات. نحن حاطين كتب تصرف الوزارة على أمل تحقيقها بعهد الوزير. خلصوا بس اتحاد لبنان للشباب، اتحاد لبنان كمان بيدعي كل جمعية دون بوسكو جمعية شبابية نزيف فياض منير بدوي جمعية اليسار الشبابية تأسست 2003 ما صغير بدك تعلي صوتك بليز. المركز الأساسي بقعد أشوف بالضبط الفرزة الفكري والمناطق اللي عم نعيشه نحن في لبنان نحن مع بعض هون وقت المجتمع الوطني المجتمع اللي في المشروع معرفة حاجيات وتطلعات الشباب عدم اطلاع الجمعيات الشبابية على